إلى موضوع آخر مشاهدينا، نظمت مديرية الخدمات الجامعية بالإقامة الجامعية أحمد ريس بعين الدفلة مائدة إفطار جمعت الطلبة المقيمين الجزائريين والأجانب. مائدة الإفطار حضرها كل من نائب رئيس المجلس الأعلى للشباب وكذا المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية وسط حضور الطلبة الأجانب من دول عربية وإفريقية. التغطية لرشيد مشور. نحن نتمم مثل هذه المبادرات التي تهدف إلى التعريف بمستوى الخدمات الجامعية على مستوى الجزائر للطلبة الأفارقة وللطلبة العرب. حسيت بأن هذا الطلبة يعني مدى التآزر الذي تقدمه الدول الجزائرية، جئنا لإقامة إفطار جماعي على شرف الطلبة الدوليين بجامعه خميس مليانة. بالنسبه لهذه الجامعه كانت مبادره رائعه جدا من مدير الاقامه والخدمات الجامعيه والوالي، حيث قامت بجمع كافه الطلبه الاجانب فلسطينيين وموريتانيين وصحراويين. وباعتبارنا كطلبه اجانب نشكر بهي المناسبه، نحب ايضا نوصل رساله الشكر الى وزاره التعليم العالي الجزائري على الاستقبال والايواء وجميع الخدمات موفرة لنا كطلبة أجانب. دونك أبوبو دو سيت ريسبسيون جي فريمون إيمي à tout ce qu'ils ont fait ici pour nous, c'est vraiment gratifiant. Je suis vraiment heureuse par rapport à ça. I'm really happy. I thank for the leaders of Algeria. They are really trying for giving us a good place to sleep and very good food to education and they did very good and nice things to us. We thank God and may Allah bless us.